السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن نستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يلخص لنا مقالة طويلة، تمام؟ يعني ممكن اخد مثلا المقال هنا، اخدها كوبي بيست واقول له لخصها لي. او لو انت عندك ملف بي دي اف تقدر ان انت تقول له امبورت وهو يبدأ ان هو يلخص لك الملف دوت. فشوف المقالة الطويلة هو اختصرها لجزء صغير هو، تمام؟ وفي شوية اختيارات ممكن انت تختارهم لو انت عايز تغير نوع التلخيص. ممكن زي ما قلنا عندك ملف بي دي اف ترفع الملف هو اللي خصولك، او ملف اي بي يو بي او دوكومنتس او او دي تي او تيكس تي، الحاجات اللي هي كتابة يقدر ان هو يلخصلك. طيب انا اخترت مثلا، خلينا نختار مثلا الكتاب دوت، هيبدأ يرفع الكتاب وبعد كده يقراه ويلخصه لك، كان عندك سكرتير شخصي بيوم المهمة ديت. فهو فتح الملف اهوت، فهقول له ابدأ لخص فيه، فبدأ يلخص في الكتاب. فحاجة جميلة جدا وبتوفر معانا وقت كتير جدا، وده بيشكل خطورة للي شغلته كلها قايمة على ان هو بيعمل خدمة تلخيص الكتب ديت، خلاص مبقاش موجود. حتى تصميم الغلاف ممكن الذكاء الصناعي يصمم لك الغلاف. لو انت شغلانه تحتك سهله جدا، حاول ان انت تلحق نفسك وتستخدم الذكاء الصناعي في شغلتك، وفي نفس الوقت دور على شغلانه ذكاء صناعي ما نفسكش